انتهى عام 2023 في شمال قطاع غزة حاملا معه هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة النازحين الذين اضطرهم الاحتلال الإسرائيلي لترك منازلهم. احنا بدمار، احنا عايشين بدمار، بناتنا تبهدلوا ونسواننا تبهدلوا واحنا تبهدلنا ونهنا. يعني ايه الجندية تخبط عليك برجلها زي هيك وتتشلح وعينا؟ الاحتلال الإسرائيلي دمر المنظومة الصحية في قطاع غزة وأخرجها عن العمل، بدءا بالمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة ومستشفى الشهيد كمال عدوان ومستشفى العودة ومستشفى اليمن السعيد وبعض العيادات الطبية الخاصة التي عانت طوال أيام الحرب والعدوان على شمال غزة. منذ 7 أكتوبر لحد هذه اللحظة بنقدر نتكلم على أن المنظومة الصحية انهارت في جميع طبعا مستشفيات قطاع غزة بوجه العموم، وبوجه الخصوص مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة ومستشفى الأندونيسي خرج بالكامل عن الخدمة، وهذا الخروج عن الخدمة كان بفعل فاعل يعني متعمد. الكوادر الصحفية عانت خلال الحرب على شمال قطاع غزة، فأعداد الصحفيين العاملين في منطقة الشمال لا يتجاوز أصابع اليد. العمل الصحفي كان عمل ثقيل خلال هذه الفترة من 7 أكتوبر حتى نهاية هذا العام، مع ما حملوا من مجازر إسرائيلية وعدوان كبير وملحمة على مستوى الشعب الفلسطيني، إحنا كصحفيين كنا جزء من هذه الملحمة. فبالرغم من الظروف في شمال القطاع يبقى المواطن الفلسطيني متمسكا بأرضه ومتشبثا بها أملا في تحرير هذه الأرض وانتهاء الحرب بانتصار المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تريد أن يكون هناك حقا واضحا شرعيا للشعب الفلسطيني، ومن خلال المقاومة المستمرة بعد أن استنفذت كافة الخطوات وكافة الطرق. إذن هذا هو المشهد في شمال قطاع غزة مع نهاية عام 2023، عام كان ثقيلا على المواطنين في شمال قطاع غزة بكل ما حمله من جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. محمود العوضية، شمال غزة، الميادين.